على اشياء بتتعلق بلبنان. شو بتعلق بلبنان؟ هي المؤامرة اللي صارت ضدي بلشت بلبنان، فاتوا على البيت عندي ما لازم كنا عن ولد. وبعدين حنضلنا نلاقي شيء نقدر نخليه يعني حضله باليابان. سكت، ما له حق يحكي مع البريس، نحن حنخبر القصه مثل ما بدنا، واتفقنا مع الفرنسيين، وهيك صارت القضيه. هيدي المؤامره.